انتشرت في الأسابيع الماضية بشكل كبير حمى الضنك والملاريا في عدن ومدن أخرى. المواطنون يناشدون الجهة المسؤولة عمل الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشاره والبدء بحملات الوقاية في المحافظات. سخونة ودوار وغثيان وتكسير في الجسم، أعراض شائعة لحمى الضنك والملاريا التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير في مختلف المحافظات، ما لزم اتخاذ خطوات جدية للوقاية من هذه الأمراض. مرض حمى الضنك المنتشر في مناطق في عدن والمناطق المحادية خصوصا في لح وأبين. الالتهاب الحمي الحاد هذا هو عبارة عن التهاب سببه البعوض الناقل للفيروس، والالتهاب الناقل والالتهاب الحمي الحاد هذا يصاب فيه الأشخاص المتعرضين للمناطق الموبوءة بالبعوض، ويصادف هذا المرض التهاب حمي حاد مع آلام شديدة في عظام الرأس والعظام العمود، ونحن نسميه بتكسير العظم، ونوبات الحرارة العالية الرعشة. جهود في محاولة مواجهة انتشار حمى الضنك تبدأ بعمل توعية بشأن مسبباتها والابتعاد عن الأماكن المياه الراكدة والخزانات، كما يجب أن تكون شاملة لحملات رش، ومن ثم مرحلة العلاج والتي يقرر البدء فيها في مدينة عدن ومنها إلى بقية المحافظات. ستقوم وزارة الصحة العامة والسكان بعمل حملات توعية في الإعلام، في التلفزيون، في الإذاعة، في وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق المساجد، عن طريق الجامعات، عن طريق التربية والتعليم. ونريد من المواطنين أن نساعد وزارة الصحة العامة والسكان باتباع هذه التوعية الصحية والبروشورات التي تنشرها وزارة الصحة العامة والسكان للحد من انتشار حمى الضنك والملاريا وغيرها من الأوبئة التي تعصف بلادنا هنا. فالوقاية هي الإبادة للبعوض والمستنقعات والحملات التوعوية في التي يقوم بها كل الجهات الصحية الموجودة في بلدنا والاهتمام فيها، بالإضافة لمكافحة البعوض والمستنقعات، بالإضافة إلى بدء عمل عوازل في البيوت، مثلا بالنسبة للأطفال عمل ناموسية، وبالنسبة للكبار نفس الحكاية، عدم احتكاك الجسم بالبعوض بشكل مباشر. النظافة وتغطية الخزانات والابتعاد عن المياه الراكدة إحدى سبل الوقاية من المرض الذي بات يفتك بالجميع وينتشر بين الناس وفي عموم محافظات اليمن، والتي بات يشكو من مداهمتها معظم المواطنين. إعراض اللي كان يشربها هنا في الحلقة اللي هو زي التهابات وثم وشوية على طرش، وأسحبت على طول طوالي وقال عندي حمى الضنك. يجيب لك خمول وفقدان للسوائل وتراش وضيق بهذا الشكل، يعني نروح نحن نسعفه إلى المستشفيات فيعطوا له سوائل مغذيات. نحن عندما نشعر بهذه الأشياء الظواهر متوفرة في داخل المريض بسرعة نسعفه، ما نتأخرش، لأنه لازم من سوائل. وبعضهم يقول لك شرب حومر ومدري إيش، يعني من هذه الشغلات، لكن السوائل هي المهم. إنه الصفايح كانت نازلة، كانت حمى شديد، وفجأة هكذا يعني تحسنت الحال من الأفضل إلى الأفضل. هناك كنا بحالة ما يعلم بالله الله. الصفايح صح إنها ارتفعت شوية شوية، كانت تجيب لي رعشة وبردة، وأنا الآن بالرأس شوية كذا كان، إنما الآن الحمد لله يعني على ما كنت عليه أول، والآن يعني فرق كبير. يعطي الصحة، الصحة كنز يا بنتي، يا بنتي الصحة، الصحة كنز. بس نحن
لما نكون أصحاء نهمل نفوسنا. أقسام الطوارئ ممتلئة فيما يتوافد بشكل يومي المرضى، ما يوجب التدخل السريع لإيقاف انتشار حمى الظنك التي باتت تهدد الجميع، وخاصة في ظل الإهمال المتزايد في قطاعي الصحة والبيئة.